أنا اخترت بمزاجي واخترت اللي بحبه، سما ومية وشراع مفروض. الرغبة في اقتحام المجهول والدهشة خلاص انتهت. أنا مستعد أفديك بروحي أنا، لكن مش بروح العدالة اللي أنا أمين عليها من ساعة ما بقيت قاضي. أدي إيدي مد إيدك، جرح جرحك عيد عيدك. أدي إيدي مد إيدك، جرح جرحك عيد عيدك. ودي دافي نبع صافي في كانون الموافي بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد إيدك بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد إيدك. يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زياني تحويشة حياتي. يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زياني تحويشة حياتي. ومراياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي. ومراياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي. تكسب حنان واستزيدك يا صديقي مد ايدك. وتكسب حنان واستزيدك يا صديقي مد ايدك. ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك. ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك. ودي دافي نبع صافي شد قانون الموافي بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد ايدك بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد ايدك. اصدقاء والود موصول فوق زماننا، فيه أمنك وليه أمنك وفيه أمنا. أصدقاء والود موصول فوق زماننا، فيه أمنك وليه أمنك وفيه أمنا. به على الدنيا وعلى الظهر استعنا، وإن زماننا خنا وفي لحظة طعمنا. به على الدنيا وعلى الظهر استعنا، وإن زماننا خنا وفي لحظة طعنا. تستعدني واستعيدك يا صديقي مد ايدك. تستعدني واستعيدك يا صديقي مد ايدك. يا صديقي مد ايدك، يا صديقي مد ايدك. انا بعت لك صوره من التحقيق، قريتها؟ طبعا قريتها، وعرفت ان الفضل كله يرجع لصديقي حسن. حسن رفض بيه. بساطه القاضي مع الناس في حياته الخاصه سلاح ذو حدين. وافتكر ان التحقيق اثبت بجلاء ان لولا تواضعك الزايد مع الناس وخصوصا اللي ما بتعرفهمش، كانش المدعو راجح ده تمكن من انه يتصور معاك بشكل يوحي بالقرابه ويستغل الصور دي فيما بعد. شوف يا عبد الرحمن، بالرغم ان حسن صاحب الفضل الاكبر في اظهار الحقيقه، بالرغم انه من اعز اصدقائي، الا ان اللي قاله راجح في التحقيق على الصداقه هيخليني اعيد النظر في كل علاقاتي. يا ترى إعادة النظر دي بالسلب ولا بالإيجاب؟ ما أنت عارف عبد الرحمن بيه، شغلتنا علمتني إني أراجع نفسي كويس أوي قبل إصدار أي حكم.
سواء كان بسيط أو قاسي. رأفت، ازاي؟ خير؟ ايه؟ تقطع علاقتك بحسن؟ طب ايه ده بس وفهمني ايه اللي حصل عشان كده يعني؟ الإشارة دي وصلت المركز حالا لساعتك يا فندم. إشارة ايه؟ فيها ايه الإشارة دي بقى دي كمان؟ خد يا سيدي، الدكتور عزيز محفوظ عايزين يستثنوه من اشرافي. هو انا ايه؟ ما بقتش مدير المركز ولا ايه؟ لا يظهر يا دكتور عصفور ان الحكايه دي وراها حكايه. يكونش الدكتور عزيز اوهمهم ان هو وصل الى مستوى خطير قوي في الابحاث النوويه بتاعته؟ لا لا لا، مستوى خطير ولا حاجه، المشوار ده اخره معروف. امال ايه بقى سر الاهتمام المفاجئ بيه ده؟ والله يا دكتور عصفور ممكن يكون بيعمل ابحاث على حاجه تجاريه، حفظ الاغذيه بالاشعه مثلا. بس دي ما بقتش مشكله، ده جنوب افريقيا بتحفظ اللحوم بالاشعاع. ولكن انا متاكد ان الابحاث بتاعته اتجاهاتها سلميه، وهو ده اللي بيفسر انهم عايزين يطلعوه اعاره البلد من البلاد العربيه. بس امتى بقى؟ امتى بقى يمشي بقى؟ صاحب المصنع ضربها ليه؟ رحت لها في حصة الغدا لقيته طاردها بره المصنع، بيقول لها في راجل من الحكومة بيلم الخرص. بيلم الخرص؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ عندك حق، الراجل طلع من التأمينات. تلاقيه مش مأمن على نوال عشان كده خاف. ما تخافيش، أنا هعرف أخد لك حق. اهدي بقى عشان هنخرج. تعرفي ان انت جميله قوي؟ لا انا مش سرحان، انا زعلان. حبيبك؟ لا احنا اصحاب بس، لكن جواز بينا لا. لا لا لا، انا مش عاوز اتجوزك علشان انت ما بتتكلميش وما بتسمعيش. لا انا وانتي جيران بس واصحاب، اصحاب قوي. يا ريت كل الناس تفهم معنى الصداقة وتقدرها صح. طيب حاضر، هكلمك بالإشارة بس وهفهمك كل حاجة. انت تاني؟ حبيبي
وديني الدواء. قلت لك 100 مره هات لي روشتة ولا تسيك اللي انت عاوزه. بقول لك هموت. يا عم انت هوينا بقى، انا ما باكلش بالحركات دي. انت ما فيش اي جراحه يا دكتوره؟ بقول لك موت. موت زي ما انت عاوز بس بره عتبه الاجزخان كده. ماشي هتديني الدواء ولا جراحه؟ لا 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 اعمل معروف وبوس ايدك. انا بنتي لسه في العلام، لسه عندها ثانويه عامه وابني لسه متخرج ما لحقتش افرح بيه. طب اديني ده. ماشي حاضر. عم سادي افندم يا دكتور. بلغ البوليس بسرعه خليه يجي يشيل المدمن ده من هنا. الاجزخانات مش مفتوحه لاشكالتي. يا ريت ماما كانت هنا عشان تعرف حضرتك بتحبها قد ايه. هي في الاجزخانه تحت، اطلبها لحضرتك. منار انت قعدت النهارده مخصوص من المدرسه عشان تذاكري، ادخلي ذاكري. مش هذاكر الا لما تقول لي اشمعنى مشغل الاغنيه دي بالذات. الاغنيه دي في الراديو، يعني مش انا اللي مشغلها. وعشان ترتاحي اهو يا ستي اتفضل، اديني قفلت الراديو. بابا انا لاحظت ان الاغنيه مأثره في حضرتك. ممكن بقى تصاحب بنتك منار تقول لها ايه اللي مضايقك. و يعني انا زعلت مع عمك حسن وسبته ومشيت، من ساعتها ما كلمتوش ولا هو اتصل بيا. ممكن بقى بنتي منار تنصحني بايه؟ انا لما كنت زعلانه مع نرمين صاحبتي وكنت غلطانه، حضرتك قلت لي روحي وصالحيها. خلاص روحي وصالحه. شوفوا ام سعاد بتنزل الاجزخانه، البيت بيبقى رايق ازاي. يا سياده المستشار اهي جت بزعابيبها. يا سياده المستشار. ايه في ايه؟ الحقني يا رافض، في واحد جالي الاجزخانه النهارده وكان عاوز يقتلني. ازيك يا دادا؟ الله يسلمك يا حبيبتي. منين يا دادا؟ جهزي لي الاكل بسرعه احسن انا راجعه من الدرس ميته من الجوع. حاضر يا حبيبتي. ايه دادا انت رجعت يا ستي؟ مامي تذاكري تاني ولا ايه؟ ما انا بقى لما عرفت ان سفر بابي اتأخر شوية قلت اكثف جهودي بقى في الدكتوراه عشان اخدها قبل ما نسافر. امال فين بابي؟ بابي يا ستي واخد اجازة من البيت النهاردة وقال له انه هيتغدى بره، وبالليل هيروح يسهر في المرسى عند حسن صاحبه. تيجي نضرب بورطه في النيل؟ لا لا انا ماليش في المسائل ديت، بس انا فرح الشباب ده ومرحه شدني جدا، تمنيت للحظه ان انا اكون معاهم. دول ناس غلابه قوي واهاليهم اغلب منهم بكتير، تعرف كانوا حاجزين ساعه واحده عندي، بس لما لقيت الفرحه في عيونهم بصراحه اديتهم ساعتين من عندي ببلاش. هذا هو حسن ابو سنه. على كل حال انا مش هعطلك، انا جاي اقول لك ان اللي عمله رافض ده ما كانش مقصود. لا 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 لا، رأفت الغندور اتغير، عاوز يعمل مستشار عليا. يا حسن رأفت مش ممكن يعمل كده لا عليك ولا عليا.
أنا قلت لكم من زمان يا دكتور عزيز، حياتي أنا اخترتها بمزاجي وبإرادتي، وما أحبش حد يتدخل فيها زي أنا كمان ما بتدخلش في حياة حد. أنت عارف إيه أجمل ما في صداقتنا؟ إن إحنا بنكمل بعض. ما قالها رأفت الغندور من زمان، بس بصراحة بقى كده وعلى بلاطة، أنت ورأفت الغندور ما بتسألوش عليا ولا تجوني إلا إذا كنتوا مزنوقين. على كل حال أنا جاي استأذنك إن أنا هتصل برأفت أحدد ميعاد نقعد مع بعض. لا لا لا، أنا أقعد معاك في أي وقت وفي أي لحظة وأنت عارف، إنما رأفت لا يا عزيز. من غير رأفت ما ينفعش يا حسن. استنجد بيا يبقى ليا دعوه ونص. سيبه تعالى قول لي ايه اللي حصل. وانا بنضف المركب بعد زبانه الدور الاخراني لقيت سويره ذهب. خسر خسر على كلمه. ولا اسكت انت، كمل يا ايه اللي حصل. وهتحميني يا ريس حسن من ريس برعي؟ هحميك منه ومن جدوده. الله جرى يا ابو علي، ما تحشرش نفسك في اللي مالكش فيه. بقول لك ايه، الواد هيحكي بالمظبوط، لو ليه حق انا هاخده له، لو كان محقوق هسيبهولك تربيه. في غلط الكلام ده يا رجاله. كمل يا بعد ما لقيت الاسويره الذهب جيت اجري عشان اديها للزبونه اللي عرفت انها واقعه منها، امسك فيها وخدها مني بالغصب. بقى كده. شوف بقى يا ابو رعي، هتطلع الاسويره ونروح انا وانت القسم نسلمها في القسم. الله، انت جرالك يا ابو علي؟ انت اتجننت؟ بقى انا اخد الاسويره واروح اسلمها في القسم ليه؟ ده رزق وجاني ارميه. رزق يا حرامي. انت مش بس هتسلم الاسويره، انت هتدفع لصبيك 8 كيلو لحمه يخش بيه على امه واخواته مكافاه لامانته. لا ده انت زودتها قوي يا ابو علي. بقول لك ايه، تكونش يعني فاكر نفسك اما خدت عصانص الحقوق هتعمل لنا قاضي. لا ده انا ضيعك يا ما انت. انا هموتك. بشرية يا بشرية. ايه يا زيزو؟ ادم مراجع. طب كويس، شد حيلك بقى، ربنا يسهلك علشان تخلصي الدكتوراه. امال فين لبنى؟ لبنى نامت من شوية. انا اصلي دلوقتي. نامت من بدري كده؟ مالك يا عزيز؟ في ايه؟ في حاجة؟ انت راجع مش طبيعي. في ايه يا عزيز؟ لا ابدا، هيكون في ايه؟ بس يعني انا استغربت يعني ان لبنى نامت بدري كده. انت كنت فين يا عزيز؟ انا كنت عند الرئيس حسن ابو سنة في المرسى. طب ما انت كل مرة بتروح عند الرئيس حسن في المرسى وبترجع مفرفش. بصراحة ربنا انا النهارده حصل اشكال غريب كده. حسن تشاجر مع واحد زميله من المركبية، المديش ان بقية المركبية تضامنوا مع زميله دوت وجمع لحسن، فأنا ارتج علي الموقف. بس أنا عملت موقف إيجابي حقيقي ووصلت لاسم الشرطة وبلغت البوليس. استنى عندك اهو، ما تدخلش حد غير لما أقولك. تمام يا فندم. جماعة المراكبية يا فندم اللي كانوا بيتخانقوا مع بعض جبناهم بناء على بلاغ الدكتور عزيز، واقفين بره. دخلهم واعمل لهم محضر. تمام يا فندم. يلا خش انت اهو. خش. شخرمني يا سعادة البيت. شرفتني يا سعادة البيت. الجدع اللي اسمه حسن ابو سنة عاوز يعمل علينا رئيس يا سعادة البيت. ايوه يا بيه. بص يا سعادة البيت. ده بهدلني خالص انا. بص يا بيه، انت لازم تودي له المستشفى. دي اصابه اكتر من 21 يوم. عمل لي زكزكه في دماغي يا بيه. مش يلا هناك غور دلوقتي. يلا انت اهو تعال. تعال على المكتب اخويا، هات بطاقتك انت اهو بسرعه. خلصوني بطاقتك انت اهو بسرعه. هات. ايوه يا حياتي، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشاني موت. انا حاسس ان انا كان لازم اقف مع حسن في الورطه اللي هو فيها دي.
الحمد لله انك عملت كده وبعدت عن المشاكل. حسن ده شضري. لا من فضلك امشي ليه؟ ما تقوليش عليها كده. حسن مش ممكن يكون شضري، ده نعت بعيد عنه جدا. حسن ده انسان طول عمره بيدافع عن الحق وبيقف جنبه. اللي حصل النهارده اكد لي هذا المعنى. بص يا بيه، بص الدم يا بيه. امسح الدم اللي على خليتك ده يا لابوراي، واوعى تشلفط نفسك بالبشله كده تاني مره، انت فاهم؟ الحركات دي يا بابا ما بقتش تخيل على العيال الصغيره حتى. تتهم مين بضربك؟ خلصني. هو انت لسه يا بيه هتقول لي تتهم مين؟ هو في غيره؟ حسن ابو سنه يا سعاده البيه. طب اركن انت على جنب. حاضر. يا سي حسن، عامل لي بلطجي، تعالى. شوف سعادتك، الصبي ده بتاع الرئيس بورعي لقى حته اسوره ده في المركب بعد الزباين ما نزلوا. جيري يدي الاسوره للست، الرئيس منعه، الواد استنجد بيا، اتدخلت. هب بالاسوره يا بورعي. الله، اسوره يا سعاده البيه، انت صدقته؟ هو انا بيه؟ وش كده برضه؟ يلا يا سيد، قول الباشا على اللي حصل. مفيش حاجه حصلت من ده يا بيه. انا عايز اراوغ. يعني ايه؟ حسن ابو سنه بيكذب؟ يا بيه مفيش حاجه من دي حصلت، انا عايز اروح. يا سعاده البيه، ده واد غلبان وامه ما عندهاش غيره وهو بيجري عليها. يا سعاده البيه اعمل معروف سيبه وروح. يلا يلا امشي يلا انت. يلا اخلص انت يا برعي واستنى. انا استنى ليه بس يا بيه؟ وانا قلت لحضرتك مفيش حاجه من دي حصلت، انا عايز اروح. برضه استنى. انت بتشتغل ايه يا حسن؟ مراكب سعادتك. تبقى نصاب يا ابو علي، ازاي البطاقه مكتوب فيها المهنه مفتش تامينات وانت بتقول لي مراكب؟ بص سعادتك، في خانه التعديلات هتلاقيني استقلت من الوظيفه وحاليا بشتغل مراكبي. اه والله ما خدتش بالي. ومعاك رخصه مراكبي بقى؟ اه الرخصه موجوده في المركب. انت عايز تنكلني الاونطه يا ولد؟ لا ارجوك، انا ما اسمحلكش تقول لي يا ولد. انا مواطن صحيح متهم، بس المتهم بريء حتى تثبت ادانته. انت كمان هتتلمض؟ طب خده ارميه في الحجز لغايه لما تعرض على النيابه بكره الصبح. حضرتك مش من حقك تحطني في الحجز، لا يجوز الحجز الا لاسباب حددها القانون. يا سلام، وهو ضرب الناس وتعويرهم وحمل بطاقه مشتبه في انها مزوره وممارسه مهنه مراكبي من غير رخصه، كل دول مفهومش سبب واحد يعجب سعادتك يخليني ارميك في الحجز لغايه لما تتعرض على النيابه بكره الصبح. ده تعسف في استخدام القانون. وعلى العموم الاستاذ عبد المجيد عارفني كويس، وعارف ان انا مراكبي وعندي رخصه مركب، وعارف ان انا حاصل على لسانس حقوق، وان انا ما اتدخلتش في الخناقه دي الا علشان ارجع الحق. طب بس يا سعاده الزعيم، المساله مش طالبه البرمجه اللي انت عمال تبرمجها دي من الصبح. برعي يتعمل له تقرير طبي في المستشفى دلوقتي حالا، والافندي اللي عامل فيها زعيم ده يترمي في الحجز لغايه لما يطلع عليه نار، لغايه لما يتعرض على النيابه، مفهوم؟ تمام سعادتك، بس انا بستاذن سعادتك انه يفضل معايا بره الحجز لغايه الصبح. بس ما يسيبش الاسم، وعلى مسؤوليتك الشخصيه انت والضابط النبطش اللي هيستلم بعد مني، مفهوم؟ يا عزيز يلا يا زيزو بقى عشان تغير هدومك، عايزين ننام. انام ازاي ولا ارتاح ازاي وانا سايب حسن لوحده دلوقتي في الاسم؟ انت هتقدر تعمل له ايه يا حبيبي؟ من فضلك يا بشريه، انا متضايق فعلا، وايا كان الامر ما تنسيش ان حسن ده يبقى صاحبي. ما هو صاحب رأفت كمان. بس رأفت ما يعرفش انما انا كنت موجود ومشيت. طب ما دام ضميرك وجعك بقى اتصل بالمستشار، حته تليفون صغير منه هيحل له مشكلته. برافو عليكي، فعلا ده فعلا. ايه بس وحل ايه؟ ما ينفعش. حسن ده سبب قبل كده كتير في مشاكل رفض، مش عايز احمله اكثر مما يحتمل. انا اللي لازم اتصرف، لازم اروح لحسن في الاسم ويحصل اللي يحصل. استنى بس، هتروح فين؟ اسم ايه؟ مش هتعرف تعمل ولا اي حاجه. هو حته تليفون منك للمستشار، مكسوف تكلمه؟ انا بقى اللي هروح اكلمه. رأفت. نعم. لو كان الراجل المدمن ده موتني بالمطوه كنت هتفرح؟ اعوذ بالله. انا عارفه انك متضايق من غيرتي الزياده عليك وقلقي على مذاكره منار، بس انا طيبه صح؟ طبعا.
الو. ايوه يا فندم، منزل المستشار رأفت الغندور. مين اللي عاوزه لو سمحتي؟ بشريه الغازي. مين؟ بشريه الغازي. عاوزاني انا؟ طب اساليها عاوزه في ايه؟ حياتك عاوزه في ايه بالظبط؟ ده موضوع شخصي. ايه؟ مين اللي بيكلمك؟ معرفش، واحده مش فاهمه اذا كانت شغاله ولا مدامته، بس واضح ان هي عامله رقابه شديده جدا عليه. خد انت بقى كلمها. الو، اديها واحده. تعالى كلم دكتور عزيز. هو اللي بيكلم دلوقتي؟ اهلا اهلا يا دكتور. انت بتكلمني بخصوص حسن؟ شوف يا عزيز، خلينا واقعيين شوية. ما هي دي البيئة اللي اختارها حسن، وهو دي هي دي طبيعة المجتمع اللي هو عايش فيه، خناقات وإقسام. يا عزيز ما تزعلش مني، انا مش هتدخل لحسن في حاجة ابدا. يا سيدي عشان ضميرك يرتاح، حسن لا هو محتاجني ولا محتاج لك، يقدر يخلص نفسه بنفسه. شكرا يا فندم. انا رايح مشوار صغير كده وراجع. تمام، فهمت وعدتك يا فندم. الو، ايوه، لا مش سامعك، علي صوتك شويه. ها الو، ما هو هتعلي صوتك شويه تبطل الزيطه اللي عندك دي. ما انا بتكلم عشان خاطر الزيطه اللي عندي دي تشوف لكم فيها حل. الو الو، انا مش عارف يا بنتي اعمل ايه مع صاحبه الفيلا اللي قدامنا دي، كل يوم والتاني زيطه، ملهاش اهلي يربوها. انا سمعت يا بوبي انها بنت مالتي ملياردير واهلها مش عايشين في مصر خالص. مالتي ولا مش مالتي؟ سيبها ولا ما تسيبهاش؟ Ok, même. Michel, annuler les rendez-vous d'aujourd'hui, demain et après-demain.
Pour mon avion soit prêt, je pars à Cannes après la réunion. Ça va, monsieur Nanou. Merci. Ma femme Béchili Bidakhan fait ma kdabi. التدخين منه موضوعنا سيد نانو. أنا هون بحكي عن الصفقة يلي اتفقنا عليها. بدي أسمع موافقتك. موافقتك عشروطي. ما حبش إنه تاجر سلاح مبتدي زيك يفرض علي شروط. اتفضل اخرج برا. سيد نانو أنا ما راح أظهر أبداً قبل ما توافق عشروطي. اطلع برا قبل ما اغضب عليك. انت عارف اللي بغضب عليهم بيحصل لهم ايه. سيد نانو ما فيك تغضب علي ابدا هالمره قبل ما تعرف شو اللي بده يصير لبنتك بالقاهره. ها؟ بالقاهره. هذا اذا ما وافقت عشروطي. بتهددني ببنتي؟ صار لي شهرين عم براقب دينار هان بنتك واعرف عنها الحين كل شيء. سيد نانو خلينا نتفق احسن. اوكي. ميشيل اوفري موا جو بون توت سويت ميشيل نانو. ولو حتى لو مت الرجال تبعيتي بالقاهرة عندهم تعليمات يقتلوا دينار فورا. تاني بتهددني؟ ايه اللي بيهدد انسان ضعيف. سيد نانو كون ضعيف كون قوي ما يهم، المهم النتيجة. شو بتوافق على شروطي ام بضحي بنتك؟ برضو سر؟ ايه. جو Bien. Appelez-moi le clair. Je voudrais parler à ma fille. Bon, un instant. أنا وقفتها عشان تردي على التليفون. نانو باشا بيتكلم من باريس. Hi dad. I'm dancing with my friends. How are you? I'm fine, thank you. Why I'm laughing? عشان أول مرة في حياتك تبقى حنين معايا. الحنية. لا أبدا. كنت بفكر في الكلمة دي الحنية. كنت بسمعها كتير زمان في مصر. صدقي نسيتها. يعني مزاجي مش قوي. أول مرة في حياتي في واحد هددني. وأنت عارفة أنا ما أحبش اللي ياخد مني حاجة غصب عني. المهم انت كويسه؟ ما فيش مشاكل؟ All right. Have a nice time. Bye bye. ميشيل. Oui, monsieur Nanou. Envoyez-moi ma sœur. Some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is too... Oh, another phone? No, someone wants to talk to you. Would I خليك توقف الميوزك؟ أنا اللي طلبت منها كده يا هانم. بنتي عندها ثانوية عامة ومش عارفة تذاكر. طب وأنا أعمل إيه؟ تبطلوا الزيطة دي عشان تعرف تذاكر.
ايه ده؟ انت مين اساسا؟ انا سفير سابق وساكن في العمارة دي، والاصوات عالية جدا والناس مش عارفة تنام. ما هو مش معقول يا هانم كل ما تيجي مصر تحصل الزيطة دي والجيران ما يعرفوش يرتاحوا. ارجوك يا هانم تشوفي لك حل في الزيطة اللي انت عاملها لنا كل يوم والتاني دي. سوري انا ما عنديش حل لمشكلتك. كده بتسيبيني وتمشي؟ طيب انا هروح ابلغ البوليس على المساخر اللي انت عاملها في بيتك دي. ثانيه، المتر عاطف رياض فين؟ مسافر المنيا، بس في محامي من مكتبه موجود هنا في الحفله. تحت امرك دايما يا هانم. شوف لي اي طريقه نسجن بيها الراجل السخيف ده. كيفك سيدنا؟ بدك اليوم مساج كامل ولا هيك هيك؟ هيك هيك. بوري أمرك؟ بقالك كم سنة معي؟ والله ما بتذكر سيدنا، أنا بأمرك. عندك ولاد؟ ثلاث رجال ما شاء الله، وصبية حظها تعيس اتجوزت مرتين وطلقت. حلو سيدنا. لا ما تخافش، الحاجات دي بطلتها من زمان، ما تخافش عليها. شو بيك اليوم؟ لو حد طلب منك شيء وهددك، يا تديها له يا يقتل بنتك، تعمل ايه؟ بعطيله اياها على طول، انا ما عندي في الدنيا اغلى من حياة بنتي. حتى لو مأمنها كويس؟ سيدنا انا ما بعرف شيء في الدنيا اغلى من حياة ولادي. لانك ضعيف؟ كنت قوي كنت مسحت الراجل ده من على وش الارض. انا ما عندي مصاري اعطيها لحدا، انا وكل مملكه بعد ولادي هي دياتي. نفسي يكون يبقى عندي مشاعر زيكم، نفسي احب من غير عقل، نفسي ابقى مستعد اضحي بكل اللي املكه علشان خاطر ولادي. اضرب 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 قوي قوي. انت عجزت ولا ايه؟ لا انا بس بخاف يزيد. قالوا لك انك هتيجي معايا كام؟ انا دايما مستعد. قول لبنتك تيجي، انا عازمها على الويكند في اليخت بتاعي. من فضلك انا عندي شكوى اقدمها لمين؟ يعني معاك شكوى مكتوبه ولا عايز تعمل بلاغ ضد حد بالذات؟ ايا كان انا ما اعرفش ايه هو المسمى القانوني، انما انا جاي عشان اسجل استيائي الشديد من الازعاج اللي عاملاه السيده اللي ساكنه في الفيلا اللي قدامنا. ضوضاء مميته، واكيد في القانون بند بيعاقب عليها. عشان كده انا جاي عشان تثبتوا حاله الفوضى اللي عاملاها جارتي، لاني ناوي ارفع دعوه لمعاقبتها بمقتضى القانون. ما تحضرني يا حضره الضابط. اعمل له محضر وسجل له فيه كل اللي هو عاوزه قبل ما تنزل تثبت الحاله. تمام سعادتك، اتفضل يا اسرائيل. الاسم والسن والمهنه والعنوان. ابو الفتوح سلطان، 63 سنه، سفير سابق. اهلا وسهلا. اهلا. بنجني افندم. بنجني وعورني، بس بشرط الطاويره ما تخفش الا بعد 21 يوم على الاقل. معقوله يا دينار هانم تطلبي طلب زي دوت ومن مدير المستشفى؟ واي نوت. وعندي شرط كمان، مفعول البنج ينتهي في خلال نص ساعه بالكتير. مدام حضرتك واخده الحكايه جد، سيبيها لي بقى وانا اتصرف بطريقتي الخاصه. شش، خلاص اتس اوفر. يلا يا دكتور. بنجني وعورني. اتفضلي يا دينار هانم. واجبه لكل مواطن. اتفضلي يا دينار هانم، كلوا واتدروا وادعوا سركم لدينار هانم. اتفضلي يا هانم. اهو هو ده اللي ضربني وعورني، امسكوه قبل ما يهرب. انا هانم ضربتك وعورتك؟ من فضلك يا حضرة الضابط افتح المحضر وخد اقوالها. الراجل ده اتهجم على دينار هانم في الفيلا وقال لها بدون سبب مفهوم
اطردوا الضيوف في كل حضاني. انا استنى لما البيه خلص كلامه. حاولت افهمه خطوره اقتحام بيوت الناس بالليل، ما فهمش وجاب ناس معاه وضرب دينار هاني قدام مساحه وخدناها ودمها بينزف ورحنا المستشفى خيطوها الجرح والتقرير اهو. لحقتوا تعملوا ده كله في المسافه اللي انا جيت فيها اقدم الشكوى؟ قبضوا عليه. نقبض عليه ايه يا هاني؟ اتفضلي حضرتك استريحي اما نخلص المحضر بتاع الاستاذ وبعدين نفتح محضر مع سيادتك. انت قوم عشان انا عايزه اقعد. ادي يدك ادي يدك ادي ودك قلبي ودك. ادي يدي مدي يدك ادي ودك قلبي ودك. انت بعد الاهل اهلي وزيوم قلبك نتالي حتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي مدي يدك يا صديقي مدي يدك. يا صديق عمري واحلامي وعذابي في ليالي فرحتك عامل حسابي. يا صديق عمري واحلامي وعذابي في ليالي فرحتك عامل حسابي. في ليالي وحدتي بتدق بابي في ليالي وحدتي بتدق بابي وعمري باب قلبي ما صدق. يا صديق مدي يدك ادي يدك مدي يدك ادي ودك قلبي ودك. ادي يدي مدي يدك ادي ودك قلبي ودك. انت بعد الاهل اهلي وزيهم قلبك نادالي حتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي مدي يدك يا صديقي. أصدقاء والود موصول فوق ظروفنا مهما نبعد مهما طفنا مهما شفنا. أصدقاء والود موصول فوق ظروفنا مهما نبعد مهما طفنا مهما شفنا. آه في ساعات شدتنا وقلقنا وخوفنا في ساعات شدتنا وقلقنا وخوفنا. تستعدني واستردك يا صديقي مد يدك. ادي يدي مد يدك ادي ودك قلبي ودك. ادي يدي مد يدك ادي ودك قلبي ودك. انت بعد الاهل اهلي وزيهم قلبك نادالي حتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي مد يدك يا صديقي مد يدك.